إذا نقل إجماعان متضادان فالمعمول به منهما هو السابق من الإجماعين، فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين، وإجماع التابعين على من بعدهم، وهلم جرا، لأن السابق دائما أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له بالخيرية في قوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن فرض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل، لأن كل من اجتهد من المتأخرين فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق. السلام عليكم من الله ورحمته تعالى وبركاته، حياكم وبياكم. رغم أني نشرت سابقا حلقة عن إجماع علماء الإسلام على كروية الأرض وبينت ذلك بالمصادر والمراجع، إلا أن هناك أصنافا من الناس المؤمنين بالتسطيح والمتأثرين بأفكار نظريات المؤامرة لا تفتر عن اتهامي بالتدليس والكذب على علماء الإسلام لأنه لا إجماع على الكروية بنظرهم. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سأحاول جعل ردي متمحورا فقط على نقطة الإجماع هذه، وأنتصر لأولئك العلماء الذين يتم تحريف كلامهم على نحو فاسد وتحويره عن سياق الأصلي لخدمة أجندات الجهل والتخريص. النقط التي سوف ننظر إليها اليوم تتمحور حول 4 ادعاءات أساسية. يقول صنف من الذين اتهموني بالتدليس على العلماء فيما معناه إنه ليس هناك إجماع على كروية الأرض، وإن هناك علماء كثر مجمعون على التسطيح، وبالتالي فإن القول بالإجماع كذب. ويقول صنف آخر إن ابن تيمية نقل إجماع أهل الهيئة أو الفلكيين وليس إجماع الصحابة أو التابعين. ويقول صنف ثالث إن من نقل الإجماع على الكروية سواء ابن تيمية أو ابن حزم أو غيرهما متأثر بأقوال الفلاسفة ونحو ذلك. ويأتي صنف رابع ويقول إن الإجماع وإن كان صحيحا على الكروية فهو ليس بدليل على صوابه، لأن كل أن يؤخذ من كلامه ويرد إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا، دعنا نرد على بركة الله. والتوقيت الذي يظهر هو للذهاب مباشرة للجزئية المرغوب فيها. نقرأ في مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء السادس. سئل عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض، هل هما جسمان كريان؟ فقال أحدهما كريان، وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها، فما الصواب؟ فأجاب: السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام، مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف. وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي، وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية، وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية. أولا تفهمون العربية؟ أفلا تعقلون ما تقرؤون؟ ابن تيمية ينقل الإجماع هنا عن 3 من كبار أئمة الإسلام: ابن المنادي، ابن حزم، وابن الجوزي، ويقول إنهم نقلوا الإجماع بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، بل واستدلوا أيضا على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، هذا بالإضافة إلى وجود أدلة حسابية أيضا يستند عليها. ولكن هناك من سيقفز ويقول: أنت الذي لا تفهم العربية،
ابن تيمية هنا نقل الإجماع على كروية السماء وليس على كروية الأرض. وأرد بفضل الله تعالى: لا يا صديقي، أنت مخطئ، يجب أن تقرأ الفتوى كاملة وليس الجزء الذي يناسبك فقط. نقرأ باقي الكلام من نفس الفتوى في الجزء السادس لمجموع الفتاوى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. وهذا صريح بالاستدارة والدوران، وأصل ذلك أن الفلك في اللغة هو الشيء المستدير، يقال تفلك ثدي الجارية إذا استدار، ويقال لفلكة المغزل المستديرة فلكة لاستدارتها. فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك هو المستدير، والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين، من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف ومن اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب. وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قالوا: والتكوير التدوير، يقال كورت العمامة وكورتها إذ دورتها، ويقال للمستدير كارة وأصله كورة. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ويقال أيضا كرة وأصله كورة، وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة وقلة. والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة قائمة بالجسم المتحرك. فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة، كان الجسم أولى بالاستدارة. وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وليس في السماء إلا أجسام ما هو متشابه، فأما التثليت والتربيع والتخميس والتسديس وغير ذلك ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع، لا خلاف فيه ولا تفاوت، إذ الاستدارة التي هي الجوانب. ماذا لدينا هنا أيضا؟ ابن تيمية يستشهد تحديدا بكلام ابن عباس عن الكروية، ويشير بصيغة العموم إلى كلام غيره من السلف، ويبين معنى الفلك الذي فيه يسبح الليل والنهار والشمس والقمر، والذي هو ما يشبه فلكة المغزل. وهذه صورتها، أي أنهم يسبحون حول الأرض التي هي على شكل الفلكة. ويؤكد ابن تيمية أن هذا ما كان عليه المفسرون الموثوقون من السلف إضافة إلى اللغويين، ويسترسل في التوضيح ويقول: إن التكوير مثل تكوير العمامة على الرأس، فاستدارتها تتطلب وجود شكل مستدير، لذلك هي تستدير أو تكور عليه، ورأس الإنسان مستدير كروي وليس مسطح. ننتقل الآن لابن حزم، والذي يتهمونه بنقل كلام الفلاسفة عن الكروية وليس كلام السلف. نقرأ في الجزء الثاني من كتاب الملل والنحل لابن حزم. قال أبو محمد: وهذا حين نأخذ إن شاء الله تعالى في ذكر بعض ما اعترضوا به، وذلك أنهم قالوا إن البراهين قد صحت بأن الأرض كروية، والعامة تقول غير ذلك. وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. قال الله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض، مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتها، وهذا نص على تكوير الأرض ودوران الشمس.
ابن حزم ينقل هنا ما عليه أئمة الإسلام وليس ما عليه الفلاسفة، بل ويزيد أيضا تأكيده على أن القول بالكروية جاءت براهينه من القرآن والسنة وليس من كلام الفلاسفة، ويسترسل كذلك في شرحه ويذكر قضية تكوير العمامة بنفس المفهوم الذي شرحناه من كلام ابن تيمية. نمر الآن للنقطة الموالية لننظر فيها إلى قضية الإجماع. لنعرف ذلك يجب أن نرجع إلى العلماء الذين قالوا بالكروية والذين قالوا بالتسطيح ونضعهم في مجموعتين اثنتين، ثم نفصل بين الإجماعين. المجموعة الأولى العلماء الذين قالوا بالكروية، واللائحة طويلة لكن نذكر منهم وبدون ترتيب زمني: ابن المنادي، ابن تيمية، ابن حزم، الألباني، محمد رشيد رضا، الجويني، الغزالي، ابن القيم، الدارني، أبو حيان، ابن جزي، ابن عثيمين، ابن باز، الشنقيطي، الرازي، ابن الجوزي، الألوسي، نظام الدين، النيسابوري، السعدي، ابن عادل، ابن الخطيب، الإيجي، البيضاوي، ابن كثير، الشيخ أحمد شاكر. المجموعة الثانية العلماء الذين قالوا بالتسطيح وبدون ترتيب زمني أيضا: القرطبي، عبد القاهر البغدادي، القحطاني، المارودي، الثعالبي، جلال الدين المحلي، ابن عطية، علاء الدين الخازن. طبعا لن نعتمد العدد كمعيار لصحة رأي على آخر، لكن المعيار الأساس هو نقل الإجماع ورجاله وزمنه. فمن نقل الإجماع من المجموعة الأولى القائلة بالتكوير هم ابن المنادي، ابن تيمية، ابن حزم، نظام الدين النيسابوري، ابن الجوزي، ابن جزي الكلبي، الشنقيطي، وابن عثيمين. ومن نقل الإجماع من المجموعة الثانية القائلة بالتسطيح هم جلال الدين المحلي، عبد القاهر البغدادي، ابن عطية، والثعالبي. ننظر الآن أي إجماع هو الإجماع الصحيح، ومن أجل هذا نرجع إلى ما قاله العلماء والفقهاء بخصوص حجية الإجماع وقواعده الأساسية. يقول ابن تيمية في كتاب العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ويقول الشوكاني في كتاب إجماع الفحول: اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد، ولو اعتبر ذلك لم يكن ثم إجماع إلا عند قيام الساعة. ونقرأ أيضا في الجزء الخامس لكتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير للشيخ ابن النجار تقي الدين: إذا نقل إجماعان متضادان فالمعمول به منهما هو السابق من الإجماعين، فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين، وإجماع التابعين على من بعدهم، وهلم جرا، لأن السابق دائما أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له بالخيرية في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإن فرض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل، لأن كل من اجتهد من المتأخرين فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق. زبدة القول: حسب القواعد الشرعية فالإجماع المعمول به هو الإجماع الأسبق، فأي إجماعين من اللذين نتحدث عنهما هو الأسبق، إجماع الكروية أم إجماع التسطيح؟ نعود لرجال المجموعتين الذين ذكرناهم قبل قليل وسنجد الفيصل، غير أنه هذه المرة سننظر إلى الترتيب الزمني. في القول بالكروية أو بالتسطيح سبق ابن المنادي وابن حزم وابن الجوزي القرطبي، وأيضا سبق ابن المنادي وابن حزم ابن عطية. وفي نقل الإجماع سبق أيضا ابن المنادي كل من عبد القاهر البغدادي وابن عطية والثعالبي وجلال الدين المحلي. وعليه فإننا بالاحتكام إلى القواعد الشرعية للإجماع لا بد لنا وأن نستنتج سقوط كلام القائلين بالتسطيح وكذلك سقوط الإجماع عليه،
لأن الإجماع على الكروية هو الأسبق وهو المقدم وهو الثابت، ولم يسبق أحد ابن المنادي في نقل الإجماع ولم يعاصره أحد أيضا وقال بخلاف ذلك. ولهذا نقول وكلنا ثقة بأن العلماء المسلمين أجمعوا على كروية الأرض لأنهم نقلوا لنا إجماع السلف من التابعين إلى الصحابة. أما من يقول بغير ذلك فلا حجة له ولا يستقيم مطلبه. نعرج الآن على النقطة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي بخصوص الذين يعتبرون الإجماع على كروية الأرض رغم ثبوته مسألة غير صحيحة، مستشهدين بالقولة الشهيرة للإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. الادعاء هنا هو أن الأئمة والصحابة بشر يصيبون ويخطئون، وبالتالي فإن نقل الإجماع عنهم ليس حجة على صحته، وقد بان خطأ الصحابة والأئمة والشيوخ في مسألة الكروية في زماننا هذا. لنكن واقعيين ومنصفين، كون الصحابة بشر فهم بكل تأكيد معرضون للخطأ، لكن أن نستدل على خطأهم انطلاقا من مشاهدة مقاطع على اليوتيوب لمجموعة من الجهال فهذا افتراء كبير في حقهم، والله تعالى وحده يعلم قدر الإثم الذي يقع فيه هؤلاء الذين يحكمون بخطئهم في المسألة. هذا مع العلم أنه قبل تخطئة الصحابة أو غيرهم يجب معرفة القاعدة الشرعية المبنية على الحديث النبوي المؤكد على أن الإجماع لا يكون على خطأ، كما روى الترمذي وحسن الألباني: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة، أي أن تخطئتهم لا تكون في الأمور المجمع عليها بل غيرها. وكون الإجماع الذي نقله أئمة الإسلام حول كروية الأرض مسألة تأكدت بالدليل العلمي في زماننا هذا، فهذا يزيد التأكيد على صحة إجماعهم على المسألة وينفي الادعاءات الباطلة التي تضرب فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.